بغيتي تهلاي فراسك والبشره ديالك تولي بحال المرايه وغزاله، واللي شافتك تسولك على سر نضاره البشره ديالك. اليوم اختي جبت لك واحد الكريم اللي طبيعي غيرجعك بالنار وغزاله. انتما شوفوا البنات، شوفوا الكريم كيفاش داير. الكريم خطير، كيرجع لك البشره ديالك غزاله وكتحمق وفنه. هانتوما هانتوما شوفوا الملمس ديالو، يعني كريم كريم كيرجع لك البشره ديالك غزاله وكتحمق. هانتوما البنات، هاد القريعه هادي راه كتدي لك واحد المده طويله، تقريبا واحد شهرين ولا حتى 3 شهور، حيت كديريه غير مره في الاسبوع. كديريه ليا مره في الاسبوع وتشوفي البشره ديالك كيفاش غادي تولي. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا بصحه مزيانين ان شاء الله. اليوم خواتاتي غادي نعطيكم واحد الكريم اللي كيغلي لنا البشره، كيرجع لنا البشره ديالنا غزاله وكتحمق، كيسد المسام، كيفتح لنا البشره وكيحيد لنا، يعني كينقص لنا من دوك التجاعيد وكيعطينا واحد النضاره للبشره غزاله وغزاله بزاف. المهم هذا الكريم هذا كديريه ليا مره في الاسبوع، غير مره في السيمانه، وكتبان لك على البشره ديالك وكيخلي لك الوجه ديالك غزال وكيحمق. ها هو انا صايبته، ها هو مصايباه هذا الكريم هذا اللي زوين بزاف، كيرجع البشره كما قلت لكم غزاله بحال المرايه، كيسد المسام وكيعطينا واحد النضاره وكتولي البشره ديالك زوينه وغزاله بزاف. انا كنديرو مره في الاسبوع. المهم غنخليكم دابا، ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم تشوفوا المكونات اللي في هذا الكريم هذا وتشوفوا الطريقه كيفاش صايبته كلشي، وعاد نرجع لكم باش غادي نديرو معكم على الوجه ديالي ونقول لكم شحال ديال الوقت خصكم ديروا على البشره ديالكم. يلا خواتاتي خليكم معايا. المهم خواتاتي اشنو كنحتاج في هذا الكريم اللي زوين بزاف وكما قلت لكم كيرجع البشره كتشعل؟ عندي هنايا العشبه ديال الكركديه. الكركديه راها معروفه والمصريين تيعرفوا القيمه ديالها على البشره، كيديروها بزاف للبشره. وحنايا المغربيات قليل 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 المغربيات اللي كنديروها، بزاف ديال البنات المغربيات اللي تيخافوا منها، يعني ما كيديروهاش، ما كيزعموش عليها. ولكن هاد العشبه هادي راه زوينه سواء للبشره ولا للشعر ولا حتى لبعض الامراض، الناس كيشربوها على يعني للطونسيو، على بزاف ديال الامراض. المهم الكركديه راه زوينه بزاف للبشره ديالنا لحقاش، حتى انا ما كنتش كنزعم عليها، وملي جربتها عجبتني بزاف، داكشي علاش غادي نشاركها معكم. المهم اختي كتاخدي قياس واحد المعلقه ونص ديال الكركديه. الكركديه كما كتعرفوا راه تيكون فيها التراب، اللي ما البنت اللي ما كتعرفش راه فيها التراب ضروري اختي خصك تغسليها مزيان، خصك تغسليها ثلاثه المرات ولا اربعه، وكتخوي عليها الماء وكتبقاي كتمعسيها بحال ما هكا بصبعانك باش داك التراب اللي تيكون فيها الداخل كيتحيد. صافي هانتوما انا درت هنا قياس واحد المعلقه ونص كبيره، غادي نديها دابا نرطبها في شويه الماء واحد دقيقه بحال ما هكاك باش كتحل وكتطلق لي داك التراب اللي فيها. غادي نغسلها ونرجع لكم. صافي هانتوما البنات كما قلت لكم غسلتها مزيان تقريبا واحد ثلاثه المرات بحال ما هكاك، كتغسليها ولا اربعه حتى كتشوفي داك التراب اللي فيها ما كيبقاش، حيت هي راه فيها التراب ما كيبقاش داك التراب، كتغسليها كما قلت لك المره الاولى الثانيه الثالثه حتى كيبان لك داك التراب تقطع منها وصافي وكتحبسي. هنا كما شفتوا هانتوما راه مازال غسلتها مزيان، وشوفوا راه باقي واحد شويه ديال التراب لتحت في الزلافه. صافي كنديرها في هاد الكاسرونه وغادي نخوي عليها الماء طايب، قياس واحد الكاس ما يكون ما كبير ما صغير ديال الماء طايب، وغادي نغطيها ونخليها تطلق. صافي هنايا كما كتشوفوا غطيت على هاد الكاسرونه وخليت هاد الكركديه حتى طلقات ليا مزيان في داك الماء طايب. صافي ملي كنقلب وكنلقى داك الماء برد، صافي كنشد بحال هكا الطحانه وكنطحنها، كنطحنها مزيان باش كتزيد كتطلق ليا في داك الماء. غادي نطحنها ونرجع لكم. صافي هانتوما البنات انا طحنت هذيك الكركديه، طحنتها مزيان صافي، وكنديرها بحال هكا كنرجعها في نفس الكاسرونه وكنصفيها بهذه الطريقه هذه. صافي هانتوما يعني الطريقه ديال هذا الكريم راه ساهله، وخصنا غير شويه ديال نحيدو العكاز وباش نتهلاو في البشره ديالنا. صافي دابا غادي نزيد عليها المايزينا. عندكم البنات الروز زيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الروز مع المايزينا مع النشا. ما عندكمش الروز؟ انا راه ما عنديش الروز، مالفه كندير معاه واحد المعلقه ديال الروز، ما عنديش، ما غاديش نديرو، غادي ندير غير مايزينا. هانتوما غتشوفوا معايا. صافي كما قلت لكم خواتاتي هنايا بغيتي ديري النشا وديري الروز عندك بجوج ديريهم، ما عندكش ديري غير جوج معالق ديال النشا، جوج معالق كبار ديال النشا. واحد الملاحظه البنات، هنايا راه درت معلقه كبيره ديال النشا وعاود حركتها وزدت عاوتاني معلقه اخرى، غير ما بقاتش عندي في المونتاج ملي بغيت المونطي ما لقيتش هذيك اللقطه. المهم كديري جوج معالق كبار ديال النشا ديال مايزينا،
وإلا عندك الروز مطحون، الروز الابيض يكون مطحون مزيان، يكون منيل، كيكون بودر كديري منه معلقه كبيره. لقاش الروز مع النشا مع الكركديه كيعطي واحد النتيجه اللي هي خطيره وزوينه بزاف. انا دابا ما عنديش الروز، درت غير النشا والكركديه، حتى هما زوينين كيعطيو نتيجه زوينه. صافي كتحركي بحال ما هكايا هاد النشا مع هاد الماء ديال هاد العصير ديال الكركديه، وغادي نديه دابا فوق البوطه فوق حمام مريم. ها نتوما البنات كما قلت لكم كتاخدي كاسرونه كديري فيها الماء وكتحطي فوق منها هاد الكاسرونه اللي فيها هاد الكريم ديالنا صافي، وكتبقاي كتحركي بيدك، كتبقاي تحركي مره كتحركي باش ما كتلصقش لك في الكاسرونه، حتى كيولي عندنا القوام. ها نتوما غتشوفوا معايا كيولي عندنا القوام كريمي. وكما قلت لكم البنات انا درت جوج معالق ديال النشا ماشي معلقه وحده، لحقاش هذاك المقطع تمسح ليا فداك الشيء علاش. صافي كتبقاي يعني كتحركي حتى كيولي كريمي. ها نتوما البنات دابا راه بدا كيتقال شويه، ها نتوما كما كتشوفوا، غير ما تغفلوش عليه باش ما كيتكورش لكم لتحت. شفتوا كتبقاو تحركوا بحال ما هكايا حتى كيولي لنا القوام، كتشوفيه ولا كريمي. انا غادي نوري لكم كيفاش ولا. صافي وكتطفي عليه، ضروري خصو يولي كريمي ثقيل شويه، وكتطفي عليه البوطه. ها نتوما البنات كيولي بحال ما هكايا كريمي. صافي دابا غادي نطفي عليه البوطه، ما تخليوش حتى كيقصاح اكثر من هكا، غير كيبان لك بحال ما هكايا ولا كريمي. صافي كتطفي عليه البوطه وكتحيديه من هذيك الكاسرونه اللي فيها، يعني الكاسرونه كتحيديها من فوق هذيك الكاسرونه اللي فيها الماء طيب وكتخليه يبرد. صافي هنايا البنات ها نتوما كما كتشوفوا كتخليه حتى كيبرد، كيبرد على خاطرو. ها نتوما راه كيولي يعني كريمي شاد في راسو بحال ما هكايا، باش ملي كديريه للبشره ديالك كيعطيك واحد النتيجه اللي هي زوينه وزوينه بزاف، ما تخليهوش شويه جاري، كتخليه حتى كيولي كريمي، حيت ملي كيبرد كيزيد عاوتاني شويه كيعقد. صافي كتاخدي شي قرعه ديال الدجاج، تكوني بطبيعه الحال معقماها، كتكوني غاسلاها بالماء طيب وكديري فيها هذا الكريم ديالك، وراه كيدي واحد المده اللي طويله وطويله، يعني تقريبا كيدي لي انا واحد الشهرين بحال ما هكاك، ولا 3 شهور، لحقاش كنديرو في الثلاجه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، كيبقى هو هذا كديريه في الباب ديال الثلاجه، البلاصه اللي ما كتكونش بارده بزاف، وكتبقاي ديري منه مره في السيمانه، غير مره في السيمانه، راه ما نقولش لك البشره ديالك كيفاش غادي تولي. ها نتوما البنات ها نتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش داير. هانتوما انا راه عمرات لي هاد القرعه، وداكشي اللي باقي عندي غادي نديرو فواحد القرعه صغيره ديال الدجاج. هاد الكريم هذا كيمكن لك ديريه لوجهك، البشره ديال وجهك، ديريه ليديك، ديريه رجليك، زوين بزاف بزاف، كيرطب البشره وكيعطي واحد النضاره وكيصفي البشره، وبالنسبه للوجه كيسد لينا المسام ديال الوجه، كيرجع لك البشره ديالك غزاله وكتحمق. صافي هانتوما البنات يعني كريم طبيعي مصايبه في الدار وعارفه اشنو دايره فيه ومصايبه على يدك. المهم خواتاتي هانتوما شفتو هاد الكريم اللي زوين بزاف ديال الكركديه اللي فيها الفيتامين سي، وزوينه بزاف للبشره، كتسد لينا المسام، كتعطينا واحد النضاره للبشره، وكتفتح اللون ديال البشره، وزوين هاد الكريم هذا غزال بزاف، راه كتصايبيه وكتخليه في الثلاجه في الباب ديال الثلاجه، وكديري منه غير مره في الاسبوع، يعني ثلاثه المرات اربعه المرات في الشهر، أربعة المرات في الشهر، عرفتي راه كتولي البشره ديالك غزاله وكتحمق. صافي كتكون البشره ديالك مغسوله، يعني اي وصفه اي كريم اي كما كانت الوصفه الوجه خصو يكون مغسول، كتغسلي وجهك، كتغسلي وجهك وكتمسحيه باش ما كيبقاوش في يدك الدهون، واخا تكون عندك البشره جافه. صافي وكديري ليا هاد الكريم لوجهك، هانتوما شوفوا البنات شوفوا هانتوما راكم عارفين، يعني النشا كترجع اي حاجه كترجعها كريميه، سواء العصير ديال الخيار ولا العصير ديال الخيزو ولا هذا العصير ديال الكركديه. الكركديه البنات زوينه زوينه زوينه، فيها فيتامين سي، دخلوا وبحثوا عليها وشوفوا، شوفوا الخبراء اشنو تيقولوا عليها، فيها فيتامين سي، وفيتامين سي راه تيجبد البشره وكيسد المسام وكيرجع لنا البشره ديالنا غزاله ونقيه وفنه بحال المرايه. هانتوما وكتنقص حتى من التجاعيد ومن التكماش اللي تيكونوا من تحت العين ومن التكماش اللي في الوجه كامل. صافي البنات انا باش ما نوسخش هاد القنيطره ديالي وهاد الزويف كنصور معكم به، غادي حتى غادي نحيد نطفي الكاميرا وعاد غادي نديرو على وجهي كامل، وضروري العنق البنات، اي وصفه واي كريم كديريها لوجهك ضروري كديريها حتى للعنق ديالك، باش كيولي عندك لون واحد، يعني بحال الوجه ديالك بحال العنق ديالك.
صافي البنات بحال هكا كدير لي اختي بحال هكا كتقوي شويه نيت اش كديري غير مره في الاسبوع انتما البنات. انا مازال كما قلت لكم غندير وجهي كامل والعنقي ونخليه حتى كينشف صافي وكتغسليه بماء عاديه ولا بغيتي ملي كينشف لك بغيتي تبرميه بحال ما هكا تبرميه بيدك حتى تغسلي وجهك بالماء عادي بارد من روبيني بغيتي تغسليه مباشره يعني بالماء بلا ما تبرميه اللي بغيتي صافي اختي كديريه ليا مره في الاسبوع وتفكريني هاد الكريم هذا غزال وزوين بزاف تقدري ديريه حتى ليديك وحتى رجليك زوين بزاف بزاف البنات كيخلي لك حتى البشره ديالك كيخلي فيها واحد الغوز واحد اللمعان زوين وكيعطي واحد النضاره غزاله وكينقي البشره كما قلت لكم وكيسد لينا المسام ديال البشره يعني البشره ديالك كتولي كما كنقولوا زجاجيه يعني كتولي ما عرفتش واش قلتها صحيح ياك زجاجيه كتولي بحال الزجاج يعني كتولي البشره ديالك بحال المرايه صافي البنات ها نتوما كريم اللي غزال بزاف غير حيدو العجز وديري اختي هذا الكريم جربيه وغترجعي وغتشكريني عليه ديريه كما قلت لك 4 مرات في الشهر وتشوفي البشره ديالك كيفاش غادي تولي يلا خواتاتي حيدوا لي العجز ونوضي صلي ليا فراسك خليتكم على خير وما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق ديالكم الزوينه اللي وليتو كتنساوني منها ومن البارطاج باش تعم الفائده على الجميع يلا بالسلامه عليكم تهلاو ليا فراسك ها نتوما خواتاتي شوفوا لي وجهي تبارك الله وصل عندي كيفاش ولا ملي غسلته من هذاك الكريم تبارك الله كتبان فيه النضاره وكيبان كيشعل وراه كلشي كتشوفوا فيه بعويناتكم يلا اختي ما تسهلش اختي هذا الفيديو هذا ما تسهلش عليه واحد 100000 لايك ها يلا بارطاجي لي الفيديو مع خواتاتك وصحاباتك وجاراتك وكاع الناس اللي عزازين على قلبك ونوضي تهلاي ليا فراسك.